في ايه يا بنت؟ في موضوع مهم عاوز اقولك عليه. خير؟ ايه الحكايه؟ مصيبه يا راجل، مصيبه. ايه في ايه يا بنت؟ انا حامل. ايه؟ بقولك حامل، ولازم تشوف لي صرفه دلوقتي قبل ما بطني تكبر وتبقى فضيحه. وفيها ايه ما تسقطي نفسك؟ ازاي يا فرحه؟ وانا هقول لك ازاي، ده شغل نسوان. بقولك ايه يا راجل، انا ماليش فيه، زي ما ورطتني في الموضوع ده هتخلصني منه. خلاص خلاص، وطي صوتك، حتى على اخر النهار اكون قلبت الموضوع في دماغي وان شاء الله الاقي حل. اوعى تخلى بيها يا راجل. اخلى بيكي ازاي يا بت؟ ده انت الحب كله، انت حبيبتي يا فرحه. يلا انت دلوقتي، يلا يلا يا بت. انا كنت ناقصك انت كمان. يا كبد عليك يا ابني، سلامتك يا حبيبي، الف سلام يا اخويا. انت لسه صغير على الهم ده كله. شفت اللي جرالي يا امي؟ يا ما حذرتك يا حبيبي انك ما تمشيش في سكه الحرام. ما سمعتش كلامي، مفيش فايده. نبي يا امي كفايه الكلام ده، انا مش ناقص، انا اللي فيا مكفيني. لكن قول لي بقى، انت ليه جايب شنطه هدومك معاك؟ اتخانقت انا ورشا وسبت لها البيت. اتخانقت معاها؟ وده وقت تتخانق معاه؟ اما بنت ما عندهاش دم صحيح. ظاهر يا امي ان انت كان عندك حق. يعني عرفت دلوقتي؟ عرفت انها ما تنفعكش؟ رفضت تقف جنبي وتساعدني. ما هي جعانه زي اهلها. جعانه دي بقى انا شبعتها، وديتها 1,000,000 جنيه، وكتبت لها الفيلا باسمها. كتبت لها الفيلا باسمها؟ اخص عليها الواطيه. الست اللي ما تقفش مع جوزها في محنته ما تستاهلش عطفه وحنيته. انا تعبان قوي يا امي. يلا هطلع انام، جايز لما انام استريح وانسى اللي انا فيه. طيب يا حبيبي اطلع انت نام وارتاح، اكون انا جهزت لك الغدا وهترتاح في اوضه اخوك اشرف. ليه هي اوضتي راحت فين؟ مرات ابوك قاعده فيها. وده كلام يا امي؟ ايه اللي جابها هنا؟ رفعت علينا قضيه بتطالب بحقها في الفيلا والمحل والمدبغه. قلت خلاص احلها ودي وتيجي تعيش معانا هنا. يعني تجيبي ضرتك تقعد معاكي هنا في البيت؟ طب اعمل ايه بس يا ابني؟ هي في ناحيه وانا في ناحيه، ماليش دعوه بيها خالص. وانت عارفني كويس يا سعد، ما احبش اكل حق حد، وده حق ربنا يا ابني. والله حرام اللي بيحصل لي ده. معقوله يا ربي؟ يعني طارق ياخد فلوسي ورشا تاخد فيلتي حتى اوضتي تاخدها نعمه؟ يا رب خدني بقى وريحني يا رب. بعد الشر عليك يا حبيبي، ان شاء الله اللي يكرهوك يا رب. استرها يا رب، استرها يا رب. طمني عليها ان شاء الله خير يا رب. يا اسرف يا رب. خير يا دكتور؟ طمني اخبارها ايه؟ ما خبيش عليكم، الحاله صعبه وخطر ولازم لها نقل دم فورا. يلا يا دكتور نقول لها مستنيني. مع الاسف فصيلة دمها نادرة ومش موجودة عندنا. هي فصيلتها ايه؟ ايه نيجاتيف؟ دي نفس فصيلتي. بجد؟ ايوه. طب حضرتك عندك القلب الضغط؟ لا 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 خالص خالص. طب احنا مستنيين ايه؟ كل لحظة بتفوت فيه خطر على حياتك. اتفضل يلا بينا بسرعة يلا.